اجتهادا ثانيا بأتم معنى الكلمة. لا يستطيع أحد من الذين لم يعيشوا واقع التربية في عام 1962 الحالة الرثة والكارثة التي كانت فيها البلاد ومنها وزارة التربية، ولكن الرئيس بن بلة في أول خطاب له عن الموسم الدراسي تحدث عن أصوات كانت ارتفعت في ذلك العام تشير بضرورة تأخير السنة الدراسية إلى عام قابل، وأننا نحضر ونعد إلى آخره، ولكن الرئيس بن بلة ألح على أننا نقاوم هذا الكلام ونعلن التحدي، ويكون الدخول المدرسي في الجزائر في كل المدارس عند منطلق الاستقلال. عدد التلاميذ الذين يزاولون دراستهم، التلاميذ المتمدرسين فعلا بالمدرسة، يبلغون 640,000. كان عدد المعلمين إلى آخر يوم قبل الاستقلال عدد المعلمين 17,000 معلم في الابتدائي، من هذا العدد 15,000 غادر الجزائر تقريبا، كل المعلمين ما عدا عدد قليل الذي بقي.